السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية، وما زلنا مع المواساة. تكلمنا في الحلقة من 3 أيام، الحلقة الأولى، عن المواساة، وتكلمنا عن الحديث اللي هو الحديث اللي بعتبره حديث أم أو الحديث الأم في مسألة المواساة، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، إلى آخر الحديث اللي احنا ذكرناه. واتكلمنا امبارح عن المواساة، اول امبارح عفوا، عن المواساة بالمال، لان امبارح كنت معتذر. ونكمل النهاردة ان شاء الله على الحلقة الثالثة او الجزء الثالث من مسألة المواساة. واحنا قلنا اصلا يا جماعة ان الامام ابن القيم قسم المواساة ل6 انواع، لو تفتكروا حضراتكم: مواساة بالمال، مواساة بالبدن والخدمة، مواساة بالجاه، مواساة بالنصيحة، مواساة بالدعاء والاستغفار، مواساة بالتوجع لأهل البلاء. فقلنا اتكلمنا الحلقة الماضية عن المواساة بالمال، والنهاردة نكمل بقى موضوع المواساة. موضوع جميل جدا وموضوع خطير، وموضوع بيألف قلوب الأمة وحبب الناس بعضها. دايما يا اخواني واحبابي، الانسان زي ما بيقولوا ما ينفعش يعيش لنفسه. ممكن تعيش لنفسك على فكره، وهتعيش مرتاح جدا جدا، وهتعيش عيشه حلوه قوي قوي فوق ما تتخيل، بس هتعيش صغير قوي وهتموت صغير قوي. وممكن تعيش وتبذل جهدك للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد بسند صحيح، قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طب ليه النبي قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؟ لأن كده كده هتتأذي. شوف النبي بيقول لك إيه، بيقول لك مش المؤمن الذي يخالط الناس فإذا أوذي صبر. قال لك لا لا لا، يقينا لازم تتأذي، ما دمت هتخالط الناس لازم هتتأذي، لكن ده أفضل من إن أنت تعيش لوحدك وتقفل على نفسك. عيش مع الناس واختلط بالناس، بس اختلط بإيه؟ في الأمور، في أمور الطاعة، في أمور الدعوة، لكن في المباحات على قد ما تقدر اعتزل. يعني ابعد، اختلاطك بالناس يكون في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلوات الخمس، صلاه العيد، صلاه الجنازه، صلاه الجمعه، دروس العلم، الدعوه الى الله، مثل هذه الامور اختلط. انما بقى فسح وقعدات وسمر وجلسات و على قد ما تقدر اعتذر. ليه؟ لان كل هذه الامور بتجلب لك المشاكل والابتلاءات. ابعد على قد ما تقدر، وكثره الاختلاط يجيب الاذى، وكثره البعد ايضا يجيب الاذى. انما الموضوع ايه؟ يعني اختلط بحساب، عامل زي الملح اللي بتحط على الاكل، حط بحساب. لو حطيت الملح كتير قوي مش هتاكل، ولو شلت الملح خالص مش هتستطعم الاكل. خليك كده في الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. حبايبي، زي ما قلت لكم، الانسان المفروض ان هو ما ينفعش يعيش لوحده، وما ينفعش يعيش لنفسه، فلازم نعيش ونتكامل، ولازم القوي يساعد الضعيف، ولازم الغني يساعد الفقير، ولازم العالم يساعد الجاهل، وهكذا حتى تتكامل قوى المجتمع. وفي النهاية احنا بنبني مجتمع اسلامي، ومصلحتنا ان تتكامل قوة المجتمع ده عشان نقدر نواجه اعدائنا. وديكم شايفين اللي بيعملوا هؤلاء اليهود الملاعين في قتل اخواننا المسلمين من اهل مصر. اديكم شفتوا ايه اللي حصل. طبعا يعني احنا بنناشد القوات المسلحة، وبنناشد كل الأجهزة الموجودة في مصر، وكل يعني الساسة الموجودين في مصر، بأن لازم يكون في رد فعل قوي جدا جدا لهؤلاء اليهود الملعين. والله أقسم لكم بالله، هؤلاء أجبن خلق الله، دول جبناء، ربنا قال كده، قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد. انت بتحسبهم بيحبوا بعض؟ ده هما بيكرهوا بعض كره العمى. فاهم ازاي؟ بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. سبحان الملك، هم ضعفاء جدا وجبناء جدا. ولذا قال حبيبكم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود في الشفاء، فاء التعقيب والسرعة، فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي، هي وظيفته ان هو يجري على فكرة، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر. لمين؟ مش للعرب، مش للديمقراطيين، لا، للمسلمين.
فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله. لما تحقق الإسلام وتعيش للإسلام وتعيش على عبودية الله هينادى عليك الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، خلف يهودي تعالى فاقتله، إلا نوع واحد إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. تخيل لأن النصارى ممكن يستوي سلوه والحمد لله، يعني بما يوازي كل 27 ثانية في نصراني على وجه الأرض بيدخل في دين الله سبحانه وتعالى، لكن اليهود صعب قوي قوي قوي. في منهم من يسلم ولكن زاويله كده يعني النذر قليل كالكبريت الأحمر، واضح. فهؤلاء اليهود محتاجين رد قوي جدا زي ما قلت لحضراتكم، سحب السفير بتاعنا وطرد السفير بتاعهم. وأنا عايز أقول حاجة ثالثة أخيرة سامحوني، يعني هو احنا لحد الان ما بننشرش جيشنا في ارض سيناء ليه؟ قولي عشان معاهده كامب ديفيد. ومن امتى يا جماعه اليهود بيلتزموا بعهد او ميثاق؟ معلش يعني سامحوني، يعني انا ما بقولش نقض عهود وبتاع، بس هم اصلا ما بعمرهم ما التزموا بعهد واحد ولا عهد ولا ميثاق، وكان يجي لهم الاعتراضات من الامم المتحده اللي شغاله لحسابهم ليل ونهار، فاهم ازاي؟ ومن مجلس الأمن اللي شغال لحسابهم ليل ونهار، ورغم ذلك كانوا يضربوا بهذه الـ 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 القرارات عرض الحائط ويقطعوها ويرموها في المزبلة. خد بالك وشوف اللي عملوه في إخواننا في غزة من سنتين، شوف يعني أمور سامحني مش محتاج إن احنا نتكلم. شفتوا كم الشهداء اللي سقطوا وكم الجرحى وكم الأطفال اللي لحد النهاردة محتاجين يتعالجوا نفسيا من اللي شافوه، أطفال اتدمرت نفسيتهم. يعني أسر كاملة يا جماعة لو تتذكروا، ونرجع بالذاكرة عشان بس ما يصعبش عليكم، الناس دول ما يصعبوش على حد أبدا، لو ترجعوا بالذاكرة أسر كاملة كانت بتباد، سبحان الله. يعني أسرة بال14 وال15 فرد كانوا يقتلوا جميعا ولا يتبقى إلا طفل صغير. تخيل طفل صغير بقى لما ينشأ يطلع على أمه وأبوه وأعمامه وأخواله وأولاده وأخواته كلهم اتقتلوا وما بقي إلا هو. انا مش متخيل ده يا جماعه هيكمل حياته ازاي، ده يكمل حياته ازاي، مساله صعبه جدا جدا. فعايز اقول ننشر قوات الجيش المصري ان شاء الله في ارض سيناء، واذا حد اعترض على ان ده يتعارض مع معاهده كامب ديفيد نقول لهم اليهود لم يلتزموا باي معاهده ولا باي قانون على وجه الارض. ده المساله اللي يعني لازم لابد ان يرد بها على هؤلاء جميعا، وبنقول لهم بكل صراحه وبكل وضوح، احنا يعني وان كنا لا نتمنى الان ان مصر تدخل في حرب في الظروف الحاليه، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى مصر يعني اقوى من ان ناس زي دولت يهددوها. الحمد لله رب العالمين، مصر فوق هؤلاء جميعا، ومصر بشبابها الافاضل ان شاء الله قادرين على انهم ان شاء الله يخوضوا اي حرب قدام اي امه كافره ان شاء الله، والنصر ان شاء الله للمسلمين والاهل مصر ان شاء الله. ربنا يا رب يحفظ مصر ويجعلها امنه مستقره. دي كانت بس خاطره حبيت ابدا بيها درس الليله دي. تعالوا نكمل موضوع المواساه. قلنا المواساه بالمال، عايزين قلوبنا تكون مليانه حب وخير لكل الناس اللي حوالينا. مواساه بالمال اتكلمنا عنها في حلقه كامله، وكانت حلقه اتمنى ان شاء الله ان يكون ليها اثر جميل جدا وفي نفوس الناس، ويعني جات لي رسائل جميله ومطمئنه، والحمد لله ربنا يبارك في المسلمين. يعني الحمد لله بلدنا بخير والناس جواها خير كبير جدا جدا، واتمنى ان شاء الله ان احنا نفعل موضوع العشوائيات، ان كل اسره مصريه ربنا موسع عليها ما فيش اسهل ولا ايسر من ان احنا ننقل اسره من العشوائيات ديت لأقرب مكان عايشين فيه. أنا مش هنقل واحد من العشوائيات هجيب له شقة في المهندسين عشان ما تقولش إن أنا بكلفك فوق طاقتك، لا، ده أنا بقول لك هتنقل واحد أسرة من هم عايشين في عشة في عشوائيات لشقة بسيطة، أوضة وصالة أو أوضتين وصالة بحمام بمطبخ بشباك بلكونة في أي مكان قريب منهم، يكون حتى منطقة شعبية يعيشوا فيها، بس مجرد إن هم يحسوا إن هم عايشين عيشة آدمية، في مية ونور ومجاري، في شوية هواء يشوفوه، الشمس داخلة عليهم لأول مرة في حياتهم، يعني برضو من حقهم. والأمر لن يكلفك إلا القليل والله العظيم. شقة إيجارها كام؟ 400 جنيه 500 جنيه يا سيدي، بتدفع شهر إيجار وشهرين تأمين، يعني 1500 جنيه، وكل شهر بتدفع للأسرة ديت 500 جنيه عشان يدفعوا الإيجار، وهم بقى إن شاء الله ما دام الإيجار بيدفع الحمد لله رب العالمين، أو بيقدروا يشتغلوا ياكلوا عيش وأمر الأكل أمر بسيط جدا جدا، يقدر حتى أهل الحي هناك يتكفلوا بالأسر الفقيرة ديت. ولن تعدم مصر أن تجد أناسا بفضل الله في قمة الطيبة اللي في الدنيا وقمة الخير، والحمد لله مصر بخير. و
عايز اعمل لكم برنامج بعد العيد ان شاء الله مباشره، اسمه الله عليك يا مصر. فعلا الله عليك يا مصر. بنشوف المصريين في وقت الشده رجاله بجد، رجاله الحمد لله رب العالمين واهل خير، ولما بيلاقوا حد بيقع بتشوف الدنيا كلها واقفه جنبه، ربنا يتقبل يا رب العالمين. المواساه الثانيه مواساه بالجاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه البخاري ومسلم: اشفعوا تؤجروا. الله، كلمه سبحانك يا ربي. في احاديث للنبي عليه السلام عايز اديكم درس كده اسمه كلمتين وبس، مش بتاعت فؤاد المهندس الله يرحمه، لا هي فعلا كلمتين وبس. ومش بشبه كلام فلان بكلام النبي عليه السلام، لا طبعا ما بشبهش كلام حد بكلام النبي عليه السلام، لكن عايز اقول ان النبي كان ليه احاديث عجيبه قوي وجميله قوي. كلمتين وبس، كلمه بتمثل العمل وكلمه بتمثل الثمره. زي ايه؟ زي تهادوا تحب، قدم الهديه تلاقي الحب، اشفعوا تؤجروا، اشفع الانسان تؤجر في ساعتها. واحد جالك عايز يشتغل، طبعا الكلام ده يا جماعه برضه عشان نخلينا واقعيين خصوصا الدعاء بالذات، يعني مش هيجي كل يوم واحد لداعيه يقول له شغلني. هو الداعيه ده مش القوه العامله ولا التامينات الاجتماعيه، يعني ايه؟ يعني هو لو ليه علاقه بحد بيتوسط، ملوش علاقه مش عارف يتوسط. وبعدين لما بيتوسط بيتوسط لحد، سامحوني، لازم يكون عارفه. هو انا النهارده كرجل داعيه مثلا لو جاني واحد بيقول لي شغلني، فقمت متصل بواحد جايب لك واحد يشتغل عندك في الشركه الفلانيه، اشتغل عنده سامحوني طلع حرام، يجي يرجع للشيخ يقول له كده تاذيني الاذيه ديت، تجيب له واحد يشتغل عندي يطلع حرامي؟ دي صعبه. انما مين اللي هيشفع؟ واحد يكون عارف حضرتك، يعني بمعنى ايه؟ واحد شغال او عايش في المكان الفلاني، تمام كده، فرايح لواحد جاره في نفس المكان، عارفه، عارف اخلاقه، عارف معاملاته، عارف سلوكياته، عارف انه انسان محترم بس مش لاقي شغل. هبيقول له: فلان ربنا يبارك لي في عمرك، ممكن يعني لو ظهر قدامك شغلانه او حد عايز مثلا سواق، حد عايز مش عارف ايه، ممكن تشغلني؟ في الوقت ده لازم يشفع، لان اولا عارفه، ثانيا جاره، ثالثا هو بفضل الله سبحانه وتعالى علاقاته حلوه، فممكن يرفع سماعه التليفون: السلام عليكم يا فلان، والله عندي واحد ممكن يشتغل سواق، او ممكن كمان بالاضافه لسواق ممكن يشتغل بياع في محل، لو عندك شغلانه من الشغلانتين دول هو ممكن يشتغل، وده على ضمانتي لانه جاري في البيت اللي قدامي او في البيت اللي جنبي. في الوقت ده الشفاعه مقبوله، لان يوم ما يحصل حاجه ده في وشه، خد بالك، ويقدر يكلمه ويعاتبه. انما انت لما تروح لواحد مثلا وتقول له شغلني، هو ما يعرفكش، شغلك في مكان الفلاني، سامحني يعني سودت وشه قدام الناس، هو في الوقت ده لما يرجعوا عليه يقول لهم ايه؟ طب انت جبته لنا ليه؟ انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. طب جبته لنا ليه؟ فتبقى مشاكل. عايزين نقول ان الشفاعه هنا بتكون يعني الاقربون اولى بالمعروف، ونقدر ننسقها وننظمها بشكل محترم جدا وجميل جدا. انا اعرف واحد مثلا جاري ما بيشتغلش، واعرف جار تاني ليه مثلا رجل غني وربنا موسع عليه وعنده فرصه انه يشغل حد، او انا موصل ده بده، اشفعوا تؤجروا. خدت بالك؟ بكلمه منك مش هتخسر حاجه، انت ما بتبذلش فيها جهد، ده انت بترفع سماعه التليفون: السلام عليكم يا فلان، عندي ليك فلان. او هو، ودي حصلت مرة مع بعض الناس المحترمين، ان واحد صديق للاخ دوت قال له: انا عندي شركة فاتحها جديدة، تمام، ومحتاج فيها حوالي اكتر من 100 عامل، فلو عندك حد من الناس اللي انت بتثق فيهم تقدر تحب تشغله عندي، فانا تحت امرك واشغله لك. في الوقت ده بيبقى جميل جدا. هو لو يعرف بقى 100 واحد من جيرانه مش شغالين، ياخد شباب منطقته، فاهم ازاي، ويروح مشغلهم، بحيث لو حصل حاجة يقدر التاني ده لما يقول له يقول له دول شباب منطقة، ده اقدر ارجع لهم، لو حد غلط دي عندي انا. واضح كده؟ يبقى المواساة التانية مواساة بالجاه، خصوصا لما تكون انت بقى صاحب منصب، بقى راجل مدير عام او وكيل وزارة او وزير او رئيس وزراء او اي حاجة، وتعرف ناس من اهل منطقتك والاقربون اولى بالمعروف. يعجبني قوي 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 لما يكون واحد مسؤول وصل لمنصب معين، واخد بالك، ويقدم خدمات لكل المنطقه اللي هو مسؤول عنها، ولكن يخص المنطقه اللي هو كان عايش فيها. ليه؟ عارف ليه خصها؟ مش بلغه المصريين مش كوسه يعني، لا الموضوع مش كده، الموضوع ان هو لما بيكون عايش في منطقه معينه وبعدين لما يوصل لمنصب معين فيخدم اهل منطقه تانية وما يخدمش منطقته، ظنا منه انه لو قدم اي خدمه لمنطقته الناس هتظن ان هو بيعمل كده عشان دي منطقته، لا يبقى غلطان، لان هم بيتعشموا فيه،
بيقولوا الحمد لله ده ابن حتتنا وحبيبنا وهيخدمنا ويعمل ويسوي، خصوصا لو كان مسؤول يقدر يخدم بجد، واخد بالك؟ ففي الوقت دوت بيكرمهم برضو علشان في النهاية يقولوا الحمد لله رب العالمين، عمره ما نسي أهل حتته وناسه وكده يعني. يبقى تاني حاجة المواساة بالجاه. الحاجة التالتة مواساة بالبدن والخدمة. شوف الشرع سبحانك يا ربي، تقدر تخدم بفلوسك اخدم وربنا هيكرمك. واحنا قلنا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يقسم، وهو مش محتاج يقسم لأنه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. والله العظيم اطمن وما تخافش. وأنا قلت لك في المقابل الحديث المرعب اللي بوضح لك فيه ان لو ربنا رزقك مثلا براتب شهري، الراتب ده مثلا قد ايه؟ 5000 جنيه 10000 جنيه، ده ممكن ما يكونش رزقك، خد بالك، يعني ممكن ما يكونش ده هو ده الرزق بتاع حضرتك، ممكن يكون الرزق بتاع حضرتك 4000 جنيه، ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك وخلى رزقك 5000 جنيه علشان الألف زيادة دي تكرم بها الفقراء واليتامى والمساكين اللي حواليك، طيب أنت بخلت خلاص يسحب منك ده، خلاص. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما يختصهم بالنعم، خد بالك، لمنافع العباد مش لنفسه هو، مش لمصلحته. إن لله أقواما يختصهم بالنعم، والنعم هنا مش فلوس بس، ممكن يختصك بمنصب، خدمت الناس، لا ما خدمتهمش، أنا ببص لنفسي وبس ومصلحتي وبس، خلاص المنصب ده يتزال على طول في ساعتها. إداك فلوس زيادة، خدمت الناس، أكرمتهم، لا ما أكرمتهمش، خلاص السوق الفلوس دي تسحب وتروح لغيرك. سبحان الله. إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها. طول ما هم بيبذلوها ربنا بيقر فيهم النعم ديت ويخليها ويثبتها عندهم. فإذا منعوها، سبحانك يا رب، شوف ما قالش إيه، ما قالش أخذها منهم، أخذها دي يعني أخذها برفق، إنما نزعها. والنزع هنا بيكون مؤلم جدا، زي سبحانك يا ربي، زي وتنزع الملك ممن تشاء. وشفت انت الفترة اللي فاتت كيف كان نزع الملك، نزع الملك بيبقى مؤلم جدا ويعني حاجة صعبة جدا. قال لك ايه؟ فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، حول النعم ديت لناس تانية هم بقى ايه ينفعوا بها ايه الفقراء واليتامى. طيب ما عندكش فلوس يا سيدي، واسي الناس بالخدمة، خدت بالك، بالجاه بمنصبك كده وبتليفون بتخدم فلان وبتخدم فلان. وسبحان الله يا ناس بتليفونات يا جماعة، بتليفون بس بيفرج هموم ناس كتيرة جدا. يعني ياما كنت مثلا واحد يبقى قاعد مع حد وتلاقي واحد مثلا في ضائقة أو مشكلة أو عنده حاجة معينة، واخد بالك، بالتليفون، السلام عليكم فلان، فلان ده عندك؟ والله ده يخصني، واخد بالك، والراجل يعني محترم وما عملش حاجه، ولو سمحت يعني ايه مفيش داعي لاذيته، ويخدمه. فاهم ازاي؟ سبحان الله، واحد يكون عنده منصب وعرف ان في واحد اتظلم، ما دمت عارف ان هو مظلوم، انما لو كنت عارف انه ظالم وبتدافع عنه يبقى انت الشريك ليه في الظلم. انا هتكلم عن المظلوم، واحد مظلوم وانت صاحب منصب وتقدر ترفع الظلم عنه، يا بختك يا بختك يا اللي بترفع الظلم عن المظلومين، يا سعدك يا هناك. اللي يرفع الظلم عن حد في الدنيا ربنا يرفع عنه الظلم في الدنيا وفي الاخره بفضل ربنا سبحانه وتعالى. شوف رحمه ربنا قد ايه، ورحمتي وسعت كل شيء. يبقى مواساة بالجاه. الحاجة الثالثة مواساة بالبدن والخدمة. وانت ماشي في الشارع كده فلقيت واحد راجل كبير في السن عجوز شايل شنطة ومش قادر وعرقان وتعبان ومش قادر، فبتقول له السلام عليكم، ازي حضرتك يا عم، تسمح لي اشيل عن حضرتك ووصلك؟ الله يكرمك يا ابن، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يديك الصحة، ربنا يسترها معاك. أتسمع شوية دعوات من اللي قلبك يحبها، شلوا الشنطة والصلاة. قول لي وانا شغال خدام عنده؟ لا مش خدام، ده الصحابة كانوا بيعملوا كده. ده سيدنا سلمان الفارسي يوم ما كان أمير على المدائن، أمير يعني ده محافظ يا جماعة، محافظ على مدينة كاملة. فاهم ازاي؟ كان أمير على المدائن، وهو ماشي في واحد شافه معرفش لذا سلمان الفارسي أمير المدائن، فكان جايب شوية أظن حطب حاجة زي كده، يعني حاجة كده تقيلة يعني. فقال له يا فلان، يعني بيناديله يا يعني فاهم ازاي؟ أم قال له خير؟ قال له لو سمحت شل ديت بالأجرة، بيحسبه يعني واحد فقير.
فقال له شيلها لي، فقال له حاضر، فشل له الحطب على ايه؟ على كتافه وماشي بيه. فهو ماشي عدوا على ناس فقالوا له سبحان الله، الا تعلم من هذا؟ هذا امير المدائن سلمان الفارسي. قال له والله ما عرفتك انا اسف، بيعتذر له. قال له لا والله حتى اوصلك الى بيتك، اوصلك لحد البيت وانزل لك الحاجه وامشي. ده مين؟ ده امير المدائن. تخيل كده وانت ماشي كده لقيت محافظ مثلا في البلد اللي انت عايش فيها، فانت ما تعرفوش، فبتقول له لو سمحت ممكن تشيل لي ديت بالاجر؟ قال لك حاضر، وراح شايلها لك ومش هياخد منك اجر. فهو ماشي قال لك يا خبر ابيض، انت مش عارف ده مين ده المحافظ؟ قلت انا اسف والله العظيم ما اعرف ان حضرتك المحافظ. قال لك ما تشغلش بالك، انا مش هاخد منك اجر ولا اي حاجه، بس لو سمحت سيبني اوصلك لحد بيتك. واخد بالك حضرتك؟ متخيل موقف زي ده ممكن تنساه؟ مش ممكن يتنسي. انا ما بقولكش بقى شيل وانت محافظ، واخد بالك؟ انا بقول ساعد ساعد. واحده ست كبيره زي امهاتنا راجعه من السوق وشايله شنطتين ومش قادره، واولادها سايبينها تروح وتجيب يعني، ومش بيساعدوها، فانت تساعدها. امي بعد اذنك اطلع لك الحاجه لحد باب الشقه وانزل على طول. ربنا يخليك يا ابني، ربنا يستر عليك، هتسمع شويه دعوات زي الفل ما شاء الله. لقيت واحد راجل جاي يركب العربيه بتاعته، يعني مش قادر يعني يرفع رجليه، قمت ماسكه كده ورفعت له رجليه وركبت العربيه بتاعته ورحت اقفل له الباب، ولو العربيه مثلا ماركه اللي يحب النبي يسوق، رحت انت زقتين ثلاثه كده لحد ما مشيت له العربيه. يا سلام على الاجر اللي ممكن تفوز بيه والدعوات الحلوه اللي ممكن تاخدها. واحد اعمى ماشي ومش شايف الطريق، خدته من ايده ووصلته الطريق، دي مواساة بالبدن والخدمه. واخد بالك؟ زي ايه يا جماعه؟ زي سيدنا عمر الخطاب لما كان بيروح لامرأة عجوز عمياء عند أطراف المدينة، كان بيخش البيت يكنس لها البيت ويحضر لها المية ويحط لها الأكل ويظبط لها الدنيا كلها ويمشي. فعمل كده مرة أو مرتين، بعد كده بقى يروح لها يلاقي البيت مترتب ومتظبط والأرض مكنوسة والمية محطوطة والأكل محطوط. يلا مين اللي بيعمل لي كده؟ تقول له رجل يأتيني كل يوم. مين هو؟ ما عرفوش. فسيد عمر الخطاب راح مستخبيره، يعرف مين اللي سبقه في الخير ده؟ لقى مين؟ أبو بكر الصديق. فبكى وقال والله لا أسابقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. خدت بالك؟ مسابقة إلى الخير. ده كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان النائب بتاعه، ورغم ذلك الاثنين بيتسابقوا في خدمة امرأة عجوز عمياء. هتقدم لهم إيه؟ هل يعني ممكن يكونوا بيعملوا كده بيقدموا السبتة الشهرية لحد؟ دي ما عندهاش أي مصلحة دنيوية تقدمها لهم، لكن هم يبتغوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأنتم عارفين طبعا قصة سيدنا عمر الخطاب مع اليتامى، مع الأولاد اليتامى اللي كانت أمهم عمالة بتحط لهم شوية حصى كده وشوية مية على القدر وعمالة مولعة الحطب وعمالة بتغلي المية، ظنا منها إن هي ممكن بكده توهمهم إن في أكل عشان يناموا، ويعد على عمر الخطاب. وانتم عارفين القصه بقى الاخيره لما قالت له يعني الله بيننا وبين عمر، قال وما يدري عمر، قالت سبحان الله يتولى امرنا ثم ينسانا، ويروح بيت مال المسلمين ويشيل ما شاء الله شوال دقيق وسكر وبتاعت سمن، والغلام بتاعه اسلم يقول له يا امير المؤمنين احمل عنك ام عليك؟ يقول له احمل علي فكلتك امك، أأنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ ويروح لحد عندها ويحط لها الدقيق في الطاسة ديت ولا في البتاع، ويحط لها السمنة ويحط لها السكر، وهي تقلب وينفخ لها في النار لحد ما الدخان بقى يطلع من لحيته. سبحان الله، ولم يمشي لحد ما الأولاد قاموا من النوم وأكلوا وضحكوا وقعدوا يلعبوا، فقال جئت وهم يبكون فأردت أن أمشي وهم يضحكون. ثم قال لها يا أمة الله إذا كان في اليوم التالي ائتني عند أمير المؤمنين فستجديني عند أمير المؤمنين. راحت هناك لقيته هو أمير المؤمنين فخافت، قال لا عليك يا امرأة. ثم فرض لها يعني مبلغا كبيرا من بيت مال المسلمين حتى تستطيع أن تعيش هي والأيتام الذين معها. حاجة عجيبة جدا، مواساة بالبدن والخدمة، أن أنت تروح تخدم الناس وتكرمهم. أحيانا زمان وإحنا صغيرين مثلا في ابتدائي وإعدادي وثانوي، لما كنا رايحين بأي مشوار وكانت عادة في الواحد، سبحانك يا رب، يعني ربنا يا رب يكرم الشباب المسلمين اللي عندهم ذوقيات عالية. كنا مثلا واحد يبقى راكب الأوتوبيس مثلا أو راكب ميكروباص ويلاقي واحد كبير، أو راكب المترو بتاع حلوان ده ويلاقي واحد مثلا كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن طلعت، بمجرد والله كان الواحد يقعد يرقبهم. والله كنا مثلا نركب المترو فاضي مثلا رايق، او يركب الاتوبيس رايق ما فيش مشكله، فاول ما يجي بقى الزحام بقى في محطه معينه كده، واخد بالك، يطلع عدد كبير من الناس، الواحد يرقب.
اي واحد كبير في السن او امراه كبيره في السن، تعالى يا حاج اتفضل اقعد. يا ابني خليك ازاي اقعد وانت حضرتك واقف؟ اتفضل. فهو يقعد من هنا، وسبحان الله طول السكه بقى ساعه ولا نص ساعه تسمع دعوات. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يوفقك، ربنا يكتر من امثالك، ربنا ما يحوجك لحد يا ابني، ربنا يسترها عليك ويكفيك شر المرض يا ابني. سبحان الله والله كل واحد يسمع دعوات حاجه يا جماعه محتاجينها بجد يعني. واحنا الحمد لله مجتمعنا المصري مجتمع جميل جدا جدا، ومجتمع المجتمع الاسلامي كله جميل، لكن انا اتكلم عما اراه في بلدي. مجتمع جميل، مجتمع ناس اهل نخوه وشهامه، لما يشوفوا حد كبير في السن لازم يقوم له ويقعدوا. انا بزعل جدا لما اكون مثلا الاقي شاب كده، فاهم ازاي، يبقى قاعد مثلا في مكان عام، واخد بالك، او في على محطه اتوبيس كده، وتلاقي واحد جنبه كبير في السن واقف عيني مش قادر وساند على العكاز، وده قاعد مثلا ماسك الموبايل عمال يلعب بيه. سبحان الله، انت قاعد بتلعب على الموبايل وراجل واقف جنبك هيموت وهيقع من طوله، قوم وقعده، قوم وقعده، لان ممكن يجي عليك يوم من الايام تحتاج لحد يقوم ويقعدك. فمزاي وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. اللي بتعمله النهارده من خير، انت ما بتعملش كده عشان تنتظر ان حد يعمل معك خير، انت بتعمل خير وبرضه مش هترمي البحر، بتعمل خير وتحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. لكن دي بس ايه، شويه لمسات كده جميله اعملها وربنا هيكرمك. ضمن الحاجات الجميله جدا في المواساه بالبدن والخدمه، اقرب الاقربين هم اولى الناس بك، يعني الاقربون اولى بالمعروف. احيانا يا بنات ويا شباب، احيانا مثلا الام، ام حضرتك او ام حضرتك تعبت وبتتعب، والامهات بيتعبوا بيتعبوا تعب جامد جدا. وسبحانك يا ربي، انا اتذكر والله العظيم واقسم لكم بالله، انا اتذكر وانا لسه طفل صغير في ابتدائي، كنت مثلا اشوف امي الله يرحمها رحمه واسعه، مثلا ما شاء الله امي كانت حنينه، كانت يعني كميه الحنيه اللي فيها بجد والله العظيم ما تتوصف، فعلا ما تتوصفش. امي دي شبعتنا، شبعتنا حنان الله يرحمها رحمه واسعه. فكنت احيانا اجدها مثلا بتمسح البيت او بتغسل، او وطبعا زمان ما كانش فيه الامكانيات، دلوقتي بقى كانوا بيغسلوا على ايديهم، وكانوا يعني المسح ده ما كانش فيه بقى مسحات بقى كده بدراع ومش عارف ايه، لا كان بممسحه ومش عارف ايه. وكنت اجدها مثلا تعبانه جدا وهي بتعمل، وغصب عنها بتعمل، لانها في النهايه برضو بتنظف بيتها عشان ولادها وعشان يعيشوا عيشه كويسه ويقعدوا في مكان نظيف و فكنت احلف عليها وانا لسه طفل في ابتدائي، قول لها والله يا امي ما انت مسحه، سيبيني انا امسح. يا حبيبي انت لسه صغير، ما تشغليش بالك يا ماما، انا لازم اعمل لك حاجه والله. فكنت امسح لها وكنت اسمع دعوات منها، الله الله على جمال الدعوات. وانا بقول كل خير ربنا اكرمني بيه سواء في ديني او دنيتي بفضل ربي اولا ثم بفضل دعوه امي. انا بكلم الكلام ده عشان احفز بقى الشباب الحلو اللي قاعد قدامي والبنات اللي قاعدين قدامي، اخدمي امك قومي اكرميها. عيب قوي قوي ان انت تبقى قاعده وتقولي لامك ناوليني كوبايه ميه، مين اللي يناول مين؟ مين اللي يناول مين؟ قومي انت، قومي انت اكرمي امك وهاتي لها الميه وهاتي لها الاكل واطبخي لها لو تعرفي تطبخي، او على الاقل اقفي ساعديها في المطبخ، نظفي حواليها، قولي لها طب يا امي انت اطبخي وعلميني وانا اللي اغسل لك المواعين. محتاجه حاجه من بره يبقى الولد يقول لها محتاجه ايه يا امي، اكتبي لي يا امي حبيبتي ورق في اللي انت عايزاه واديني الفلوس وانا اروح اشتري لك، انت ما تتعبيش يا امي، انت جزاك الله خير على اللي انت عملتيه، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، زي ما تعبتي معايا واحنا صغيرين احنا بقى نكرمك بقى. وهكذا مش نسمع بقى عن الحوادث التي يعني تقطع القلب، انك تلاقي واحد خد امه سبحانك يا ربي ورماها مش عارف في الكيلو 26، واللي عمل مش عارف في امه، واللي قتل امه، واللي رمى امه في دار مسنين، واللي رمى ابوه في دار مسنين. لا، الكلام ده ما يكونش من المسلمين ابدا بالمره. فاحنا محتاجين نساعد ابائنا وامهاتنا. ولد ما شاء الله، لا ابوه مثلا فاتح سوبر ماركت. انا بديك امثله من واقع الحياه، يعني مش هقعد اتكلم في مثاليات، انا عايز ادي امثله واقعيه علشان يتحول المجتمع الى مجتمع شبيه بمجتمع الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين نعيش المجتمع ده بجد. ما تقوليش بقى انت بتتكلم في مثاليات وبتقول احاديث وايات وخلاص، لا، ده انا بقول لك على ارض الواقع. بقول لك شاب مثلا ابوه راجل كبير في السن، ربى خمس ست شباب وبنات اولاده وصرف عليهم وتعب وشقي وخلاص بقى الراجل كبر في السن وظهره انحنى، ولسه ما زال عيني بيكدح في محل بقاله ولا في سوبر ماركت ولا في محل البان ولا اي حاجه من حاجات ولاده. فين ولاده؟ ابنك بقى ينزل ويساعدك حتى في ايام الاجازه، مش لازم في ايام الدراسه،
في ايام الدراسة ممكن نجيب واحد يساعده في المحل ولا حاجة ويعطيه اجره، في ايام الاجازة ينزل ولاده. ارتاح انت يا والدي ربنا يبارك فيك، او اذا كنت عايز تقعد بس من اجل ايه الاشراف فقط، وتعرفنا ده بيتعمل ازاي وده يتباع ازاي وكده مفيش مشكلة، انما انت ما تعبش نفسك، احنا بقى ولادك ونشيل الموضوع كله. شيء جميل، دي مواساة بالبدن والخدمة. محتاجين نشوف الاخلاقيات الجميلة ديت، ان الولد بيساعد ابوه، البنت بتساعد امها، والولد يساعد امه وابوه، ايه المشكلة؟ واخد بالك، بنشوف الاخ بيساعد اخوه، بنشوف الاخت بتساعد اختها، وهكذا. محتاجين مجتمع مثالي بفضل الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث الرابع من المواساة، مواساة بالنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: الدين النصيحة. الدين ايه؟ الدين النصيحة. طيب، حديث جميل جدا رواه البخاري ومسلم عن جرير ابن عبد الله. جرير ابن عبد الله بيقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. شو بقى لما يكون واحد عنده الحس الجميل ده، بيقول أنا رحت للنبي عليه السلام وبايعته. أبايعك على إيه يا رسول الله؟ خد بالك، كان النبي كان ينتقي كلمات ونصائح يخص بها بعض الناس. يعني زي ايه مثلا؟ يعني واحد يروح له مثلا يقول له: يا رسول الله، اي العمل احب الى الله؟ يقول له: الصلاه على وقتها، ده في الاول. وثم اي؟ يقول له: ثم بر الوالدين. ثم اي؟ يقول له: ثم الجهاد في سبيل الله. يروح له واحد تاني، خد بالك، يقول له: اي العمل احب الى الله؟ يقول له: الجهاد في سبيل الله. ثم اي؟ يقول له: ثم بر الوالدين. ثم اي؟ ثم الصلاه على وقتها. يروح له واحد ثالث يقول له: اي العمل احب الى الله؟ يقول له: بر الوالدين. ليه اختلفت الإجابات ديت؟ قال لك كان النبي عليه السلام كان بيعالج مشاكل خاصة بكل واحد. يعني لو واحد جالك مثلا، انت كرجل داعية، عشان كده بقول لحضراتكم وما زلت مصرا على هذه الكلمة، احنا محتاجين دعاء فاهمين مش مذاكرين، لان سبب كل بلاء عاشته الأمة الإسلامية ان دعاء حافظين نصوص وبيخبطوا بيها وخلاص. يعني يقول لك حكم الإسلام في كذا، ارزع اخبط. الموضوع مش كده، وإلا ما كانش النبي عليه السلام يتكلم بهذا التفاوت. واخد بالك، والتفاوت ده مقصود. فلان جاي له: أي العمل أحب إلى الله؟ يقول له: الصلاة على وقتها. ربما يكون السائل دوت، واخد بالك، السائل أو واحد يكون واقف جنب السائل، واخد بالك، شوية بيصلي بس شوية مقصر، فيقوم النبي يقول له: أحب العمل بقى الصلاة على وقتها. يوم يجي له واحد تاني يقول له: أي العمل أحب إلى الله؟ يكون الرجل ده ما شاء الله بيصلي وبيبر أمه وأبوه، بس في الجهاد ممكن يعني كده تكون إيه، مقصر شوية. يقوم يقول له: الجهاد في سبيل الله. يجي له واحد ثالث ممكن يكون في الجهاد ما شاء الله 10 على 10، وفي الصلاة الله أكبر عليه، لكن في بر الوالدين ممكن يكون مقصر في حق أمه وأبوه. فيجي يسأل النبي: أي العمل أحب إلى الله؟ يقول له: بر الوالدين. ثم أي؟ ثم كذا ثم كذا. فهمت الموضوع ماشي إزاي؟ فممكن يجي لك واحد أنت تعلم منه جيدا أن هو مقصر جدا في حق أمه وأبوه، وممكن يكون بيأذي أمه وأبوه، بس هو في الصلاة وفي العبادة ما شاء الله، قبل ما الأذان يدن بيكون في المسجد، في مثلا في الدعوة إلى الله ما شاء الله، في طلب العلم حاضر صف أول قدام المشايخ، في الدعوة إلى الله ما شاء الله عليه، بس بيأذي أمه وأبوه، تخيل. فلما يجي يقول لشيخ من المشايخ: انصحني يا شيخنا. فيقول له: والله أجمل نصيحة انصحها لك يا ابني، ربنا يبارك في عمرك، انت ما شاء الله عليك جميل قوي قوي، لكن اوصيك، خد بالك، مش هيقول له انت عاقب امك وابوك، لان في الوقت ده مش هيسمع له نصيحة، خليك ذكي. يقول له: عارف يا ابني، انا سمعت حديث من اعجب ما سمعت من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يا ابني برضو للأمانة العلمية حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. عارف الصرف والعدل اللي هم ايه؟ اللي هم الفريضة والنافلة. يعني عارف حضرتك يا ابني، يعني انا كرجل داعية اهو، ممكن ربنا ما يقبلش مني لا فريضة ولا نافلة ولا طلب علم ولا دعوة الى الله ولا حج ولا عمرة ولا ذكر لله ولا اي حاجة، بسبب ان انا ممكن اكون عاقب ام وابويا. تخيل يا ابني، يقوم رامي ايه المسألة على نفسه، عشان ايه الكلام ليكي يا جارة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. أول واحد من ثلاثة، تخيل مين يا ابني؟ العاق الوالدين. يقوم وصلت الرسالة
من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا. سبحانك يا رب. يوم هو يفهم الشيخ قصدني، بس هو زق قوي، زق قوي ما جرحنيش، وأنا فعلا مقصر في حق أمي. معقولة كل التعب اللي أنا بتعبه ده وسهر الليل وطلب العلم والدعوة إلى الله وبصلي الصلاة الخمسة في المسجد وقيام ليل وقراية قرآن، كل ده يضيع بسبب أن أنا وحش مع أمي؟ لا والله، إن شاء الله من الليلات يكون كويس مع أمي. تلاقي الشاب نفسه مايل للشيخ إيه؟ طب والله يا شيخ أنت جيت على الجرح، أنا فعلا جاف قوي مع أمي وأبويا وبتعامل معهم معاملة مش كويسة، تنصحني بإيه؟ يا سلام يا ابني، والله فيك الخير يا حبيبي. عارف أنت لو ما فيكش الخير ما كنتش قلت لي الكلمة ديت. عارف أنت لو مكابر ما كنتش اعترفت بالكلام ده. والله يا ابني أنا فخور بيك. شفت الدعوة؟ أنا عايز أعمل لكم سلسلة يا جماعة، والله بصدق يا جماعة. أنا مش هعلمكم، أستغفر الله، أنا أحقر وأقل من إني أعلمكم فن الدعوة، أنتوا أساتذتي، لكن أنا عايز أقول نعلم بعض، نعلم بعض، أقول لكم شوية أفكار وأنتوا تبعتوا لي شوية أفكار. أنا كنت عملت سلسلة في الكويت لطلبة العلم هناك، عملت لهم سلسلة اسمها فن الدعوة. كانت سلسلة حلوة أو للأسف يعني لم أستطع الحصول على نسخة منها، لكن أتمنى أن أنا أعرف أجيبها وأعرضها لكم، يا إما أعيدها لكم تاني. سلسلة اسمها فن الدعوة، علمت فيها إخواني أو تعلمت فيها أنا وإخواني، خد بالك إزاي إن إحنا يكون عندنا فن في الدعوة. شفت وصلنا رسالة إزاي؟ فالشاب لما يقول لك والله يا شيخ جيت على الجرح، أنا فعلا ما بعملش أمي كويس، طب تنصحني بإيه؟ أقول له والله ابني والله فيك الخير، والله أنت لو ما فيكش الخير ما كنتش تبقى وقاف عند الحق. عارف لو واحد غيرك كان ممكن يكابر، عارف لو واحد غيرك كان ممكن يزعل مني ويظن إن أنا أقصد إن أنا يعني أرمي عليك كلام. فيك الخير يا ابني، ربنا يبارك فيك ويكفي ما امسلك. انا نصيحتي بقى خد هديه لامك وابوك لولادي وروح بيها. طب معيش فلوس يا شيخنا، طب خد يا ابني معايا، خد مني 50 جنيه. طب بلاش ده كله، يمكن انت ما تقبلش مني الفلوس، اقول لك هديه بسيطه يا ابني، خد ورده وانت مروح، ورده كده بجنيه لوالدك وورده بجنيه لوالدتك، خد الورده دي تخش على امك وقول لها حبيبه قلبي يا ننوسه عيني، دلعها، دي امك حبيبتك، فاهم ازاي؟ قول لها والله انا لو بايدي اجيب لك الدنيا واللي فيها، بس ما لقيتش اجمل من الورده دي اعبر بيها عن حب ليك يا امي. اديها الورده وبوس دماغها وبوس ايديها، ونصيحتي لو تقدر بوس رجليها. اقسم لك بالله انا كنت ببوس رجل امي والله العظيم ولا استحي من ذكر ذلك. بوس ايديها وبوس رجليها، صاحبه فضل عليك، ربنا يا رب يبارك في امهات المسلمين يا رب العالمين. شوف بقى، يبقى انت حليت المشكله كلها بفهم، بفهم، خدت بالك؟ ان انت تقدر تعالج مشاكل باسلوب بسيط جدا وجميل جدا ورقيق جدا جدا. زي ما قلت لك محتاجين داعيه فاهم مش مذاكر، محتاجين الناس اللي يقدروا يحلوا المشاكل. النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر، ده اول لقاء يا جماعه، ده اول مره الصحابه دول يقاتلوا في سبيل الله، فبص لقاهم قاعدين كده باصين لبعض، فحب ايه يحفزهم، فقال ما فيش أجمل من إني أذكرهم بالجنة. الجنة دي أكبر حافز يخلوهم يخشوا ويبيعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. قال لهم كما عند مسلم والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم، أي واحد فيكم، فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، اوعى تهرب، إلا أدخله الله الجنة. تخيل فضلوا قاعدين، مش فضلوا قاعدين يعني ما يعني ايه، مش مستوعبين لسه الموضوع، اول مره يقاتلوا يا جماعه، اي اول مره يجاهدوا في سبيل الله. فرح النبي بقى، ما فيش بد بقى، لا يعني لازم ايه نحن نوضح لهم مساله اكتر. قال قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. هقول لكم ايه اوضح من كده، بقول لكم الجنه لو دخلتوا قاتلتم الان وقتلتم هتخشوا الجنه، مش واخدين بالكم؟ طب انا بقول لكم قوموا الجنه مستنياكم. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فهمها مين؟ عمير بن الحمام. راح مكلم نفسه، ده بكلمش النبي صلى الله عليه وسلم، وقف كده بيكلم نفسه بصوت عالي، قال بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض، يا سلام، كأنه عايز يقول كده. فالنبي قال له ما حملك على قولك بخن بخن يا عمير؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال له أنت من أهلها. اتحلت المشكلة، دخل وقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الدين النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وجرير بن عبد الله يقول بايعت رسول الله عليه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قبلك، والنصح لكل مسلم.
طب ليه النبي قال لي جرير بن عبد الله بايعني على النصح لكل مسلم؟ خد بالك، ما هو النبي بايع ناس تانية كتير على ايه؟ على الامر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تمنعوني اذا قدمت اليكم مما تمنعون منه ابناءكم واموالكم واذركم يعني نساءكم ولكم الجنه. لكن جه عند جرير بن عبد الله لما عمل معه بايعه، بايعوا على الثلاث حاجات دولت: اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، خد بالك، النصح لكل مسلم. عارف ليه؟ لانه يستشعر، والنبي شوف بقى ذكاء الداعيه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف ذكاء الداعيه، انه لما ينظر الى عين التلميذ بتاعه يفهم كل تلميذ يتحط في انهي موقع، الرجل المناسب في المكان المناسب. ذكاء الداعيه، انا عندي مثلا 50 تلميذ مثلا مقربين الي، انا عارف كويس قوي الشاب ده ممتاز في علم الحديث، الشاب ده أستاذ في السير والتراجم، ودوت في الرقائق الله أكبر عليه، ودوت في الفقه أستاذ، ودوت في كذا، وده في كذا، وده في كذا. أنا عارف كل واحد فيهم يصلح، مع أن كل واحد فيهم يصلح في كل حاجة، بس كل واحد فيهم نابغة وأستاذ في حاجة معينة. زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي رواية أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. يعني أنت عايز تقنعنا إن عثمان بن عفان ما كانش رحيم؟ عمر بن الخطاب اللي كان بيبكي بجوار البعير المريض ما كانش رحيم؟ علي بن أبي طالب اللي نام مكان النبي وحب يفديه بروحه ما كانش رحيم؟ كلهم رحماء، خد بالك. بس بيقول إن رتم الرحمة والرأفة في قلب أبو بكر يزيد شوية عليهم، عشان كده قال هو أرحم ولم ينف الرحم عن الباقي. واضح يا جماعة المعنى؟ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر. الله، طب ده أبو بكر كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ساعة أحداث الردة، كان أشد في دين الله من عمر بن الخطاب. ده أبو بكر يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد من عمر بن الخطاب، وكان أثبت من عمر بن الخطاب. هو مقصود النبي مش موقف ولا موقفين، مقصود أن جنرال بالشكل العمومي كده، ان عمر بن الخطاب في مجمل المواقف بتاعته اشد من ابي بكر. واضح؟ حتى لما جه يطلب منهم عند موتي ان واحد يقوم يصلي بالناس بدل النبي عليه السلام، فقال: مروا ابا بكر فليصلي بالناس. تقوم امنا عائشه تقول له: يا رسول الله، يعني خلي عمر هو اللي يصلي، فان ابا بكر رجل اسيف كثير البكاء، فإذا صلى بالناس لم يسمع الناس كلامه، لم يسمع الناس القرآن من كثرة أو من شدة بكائه. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني اللي أنا طلبته هو اللي يحصل صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ طب لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو أشدهم حياء عثمان، هو أبو بكر ما كانش عنده حياء؟ طبعا كان عنده حياء قوي جدا، وعمر كذلك، وعلي كذلك، وطلحة والزبير وكل الصحابة، لكن عثمان بن عفان كان عنده سنة حياء أشد شوية، عايز يقول ده مميز في الحتة ديت. واضح؟ فكان النبي يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فلما جه ينصح يبايع جرير بن عبد الله، قال له: أنا ببايعك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، لأن جرير بن عبد الله الرجل في قمة البذل والعطاء في أمر النصيحة بما لا يخطر على قلب بشر. وهديك مثال عجيب جدا. جرير بن عبد الله كان محتاج فرس، فبعت الغلام بتاعه قال له: خد الفلوس اهي وروح، او بلاش الفلوس، قال له: روح بس اشتري لي فرس من واحد بكامل الفرس ده بكذا، خلاص اتفقنا، تعالى هات الفرس اديه لسيدي وخد منه الفلوس، حاضر. يعني بس يروح يشتريه، يتفق على الثمن، ويجي ياخد الفلوس منين؟ من جرير بن عبد الله. فراح لقى فرس ما شاء الله حاجة جميلة جدا، حاجة على الفراز يعني. بكام الفرس دوت؟ قال له: ب 500 مثلا، 500 دينار مثلا. قال له: لا 300، لا 200، لا مش عارف ايه. حد ما فضل يفطس في سعر الفرس لحد ما وصله ل 200 دينار. من 500 دينار او 600 دينار ل 200 دينار، مبلغ كبير، بس ايه؟ بس هو حس ان التجارة شطارة، فقال لك يعني واضح ان الراجل اللي باع الفرس كان محتاج للفلوس دي بأي طريقة، فاضطر، زي ما بيحصل لناس كتيرة جدا. يعني على رأي الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة، يقول لك في ناس عندها فن
فن في استغلال البشر بأسوأ الطرق. يجي لك واحد يقول لك انا عايز ابيع السرير والدولاب بتوعي بكام السرير والدولاب، هو راجل شاريهم مثلا ب 1000 جنيه الاثنين، فتلاقي التاني يقول له ايه طب خلاص ما فيش مشكله اخدهم منك ب 100 جنيه، يقول له يا راجل ده انا شاريهم ب 1000 جنيه ما قعدوش عندي اسبوع. قال له ما انت عارف دي حاجه مستعمله بقى، وانا طب والله العظيم دي البيعه دي واقفه عليا بخساره، بس انا هشتريها عشان خاطرك انت. الراجل عيني من شده احتياجه هيبيعه له ب 100 جنيه خد بالك. قال لك دي مش مروءه، ده حرام عليه. انما انا لما اكون عارف ان واحد بيبيع، هو اللي بيبيع على راي الشيخ كشك الله يرحمه، يقول لك هو اللي بيبيع السرير والدولاب ده بيبيعهم ليه؟ بيبيعهم يعني غاوي مثلا يعني ينام على البلاط؟ لا، ده راجل وصل لمرحله انه تعذر مش لاقي ياكل ولاده لدرجه انه هيبيع السرير والدولاب. فقال لك ده انت لو عندك مروءه ده انت تقول له انت عايز تبيع السرير والدولاب ليه؟ يقول لك والله محتاج اكل لاولادي بس انا عندي عفه ما اقدرش اطلب من الناس. يقول له خلي سريرك ودولابك. محتاج كام؟ محتاج 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه خد يا حبيب قلبي، خدهم واعتبرهم دين عليك، وقت ما ربنا ييسرهم ادفعهم، ما تيسرش يا سيدي اعتبرهم من زكاه مالي. هكذا اصحاب المروءه. سيدنا ابو طلحه في يوم من الايام يسلف واحد 300,000 درهم. معاد اداء الامانه امتى؟ قال له معاد اداء الامانه يوم مثلا واحد رمضان مثلا. جه يوم واحد رمضان لقى جايبهم له الفجريه. طب ما تجيبهم الظهر ولا العصر ولا المغرب؟ لا جايبهم الفجر. فقال له سبحان الله ما هذا؟ قال هذا موعد اداء الامانه. طب ما انتظرتش ليل بالليل ولا العصر ولا؟ قال لا لا لا، ما دام طلع فجر اليوم اللي اتفقت معاك عليه لازم اجيب لك الامانه وهذا عهد. بالليل ولا العصر ولا؟ قال لا لا لا، ما دام طلع فجر اليوم اللي اتفقت معاك عليه لازم اجيب لك الامانه وهذا عهد بيني وبين ربي. قال له سبحان الله اكثر الله من امثالك، خذ كل المال هديه لك على مروءتك. شوف شوف القلوب الحلوه الجميله، الله اكبر، حاجه تفرح يعني. فجرير بن عبد الله بعت الشاب بتاعه يجيب له الفرس، فرس يساوي 500 600 دينار، فضل يعني ينزل في السعر لحد ما وصل ل 200. قال له تعالى للسيد عشان يديله ايه؟ يجيب لك الفلوس. قال له طيب. جاب الفرس وراح لجرير بن عبد الله. قال له فرس جميل، بكم اشتريته يا غلام؟ فقال له ب 200 دينار. قال له 200 دينار؟ فراح باصص صاحب الفرس. قال له وهل وافقت؟ قال له وافقت. قال له ورضيت؟ قال له رضيت، يعني عايز اقول له امري الى الله انا محتاج الفلوس. قال له ولكننا لا نرضى لك بذلك، فلقد بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. تبيع الفرس ده ب 300؟ قال له 300؟ ده انا ظننت ان انت هتنزله من 200 ل 150 كمان. قال له لا طبعا، الفرس بتاعك يستاهل 300 دينار. فقال له موافق. قال له موافق على 300؟ قال له موافق. قال له راضي؟ قال له راضي. قال له ولكننا لا نرضى لك بذلك، الفرس يساوي 400 دينار. قال له موافق، ده كتير جدا ربنا يكرمك. قال له 500 دينار. والله يا اخوه قصه اغرب من الخيال وقصه حقيقيه. قال له 500 دينار. قال له يعني يا جرير كفايه الحمد لله انا راضي. قال له والله لا ارضى لك الا ب 800 دينار. قال له ده كتير عليا. قال له مش كتير، انا افهم في الفرس والفرس ده ما يقلش عن 800 دينار. انت كنت عارضه بكام؟ قال له ب 600. قال له هو يساوي 800. وراح مديله ال 800 دينار والراجل ماشي يضرب كف على كف مش مصدق ان في ناس بالاخلاق ديت. قال له لماذا صنعت هذا؟ قال له لاني عاهدت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. الله اكبر. يا ريت يا ناس نشوف الاخلاق العمليه دي بيننا وبين بعض. يا ريت لما واحد يكون راح يشتري عربية واحد أو راح يشتري شقة واحد أو راح يشتري أي حاجة من أي حد، يا ريت ما يفطصش الحاجة الأرض. تلاقي الواحد رايح يبيع الواحد حاجة، يوم ما هو يبيعها يقول له لا ده أنت تعرفش بقى ده المميزات، ده تعالى أحكي لك بقى، ده العربية دي بتطير في الهواء، دي مش عارف بتعمل إيه، فاهم إزاي؟ ده العربية دي فيها وفيها وفيها، ويقعد يحكي له ويقول له كلام كله كذب في كذب علشان يزين له في النهايه ان العربيه دي مثلا تسوى 50,000 جنيه. نفس العربيه لو عايز يشتريها من نفس الشخص يقول له 20,000 جنيه.
ليه؟ تخلينا عندنا مروءة مع بعض، خلينا نحب الخير لبعض، خلينا نكون صادقين مع بعض عشان ربنا يبارك لنا. صدقوني والله في ناس كتيرة شاطرة وفي ناس كتيرة صحية ومصحصحة كده ويقول لك ده انا في البيع والشراء عفريت. اقول له فعلا انت عفريت، فاهم ازاي؟ بس العفريت ده مش هينفعه حاجة بقى يوم القيامة. يوم القيامة مش هينفعك العفرطة اللي انت بتعملها دي، مش هينفعك الا ان انت تكون انسان صادق وامين وعندك مروءة وانصاف عشان ربنا يكرمك ان شاء الله. اخر نوع من المواساة، وهنكمل بقى بكرة ان شاء الله اخر حاجة، اخر حلقة من المواساة. والحقيقة انا مش عايز موضوع المواساة ده ينتهي ابدا بفضل الله، والله موضوع خطير جدا وجميل جدا، وبنحاول نرجع من خلاله شوية اخلاقيات كده جميلة جدا جدا. ربنا يأجرنا ويأجركم ويبارك فيكم. المواساة بالدعاء والاستغفار، ولا اقول لك هو انا فاضل لي دقيقتين بالظبط، الدقيقتين دول عايز اقول فيهم كلمه صغيره خالص. بالامس مات اخ حبيب لي، صديق عمر، ويمكن انا كنت مقصر في زيارته الحقيقه لانشغالي بالدعوه الى غير ذلك. لكن هذا الشاب اسمه امير الطهري. امير الطهري، وانا اقول لكم الموضوع في دقيقه ونص بسرعه كده حتى لو نطلع على حضراتكم. امير الطهري كان ليه اخ اسمه اهاب الطهري، الاثنين توأم، الاثنين اصيبوا بفشل كلوي من سنوات طويله جدا، كانوا مثال للصبر، حتى اني كنت بسميهم احفاد سيدنا ايوب عليه السلام. قمه في الصبر وقمه في الرضا، شيء عجيب جدا تشوفهم كلمه الحمد لله على لسانهم على طول. والله يا جماعه كلمه الحمد لله على لسانهم، لا يفطر لسانهم عن كلمه الحمد لله. تشوفهم وقد يعني جسمهم بقى هزيل من شده الالم ومن شده المرض وفشل كلوي، وإهاب الطهري في اخر ايامه يصاب بمرض السرطان، ورغم ذلك تقابله الحمد لله الحمد لله، راضي عن الله رضا غريب جدا. مات إهاب من حوالي سنه وشويه، وظل أمير بعديه. وطبعا أمير لما مات إهاب فرق معاه كتير جدا، لأنه كان هو توأمه واللي كان بيونسه، وبيروحوا مع بعض المنصورة مستشفى الدكتور غنيم عشان يغسلوا الكلية وكده، وكان هو اللي على طول معاه على طول يعني النص الثاني بتاعه. فلما مات تأثر جدا، المرض اشتد عليه لحد ما مات أمس. سبحانك يا ربي، حسن خاتمة من أربع حاجات في عجالة سريعة. رقم واحد، مات يوم الجمعة، واللي يموت يوم الجمعة بنص الحديث ينجو من عذاب القبر. رقم اثنين، مات بعد ما فطر من يوم هو كان صايم فيه، ومن ختم له بالصيام دخل الجنة. رقم ثلاثة، مات في شهر رمضان، شهر جميل وكريم ومبارك. ورقم أربعة، انه مات وهو مبطون، مصيب بمرض في البطن، واخد بالك، ومات وهو مبطون، والمبطون ان شاء الله نحسبه شهيد. أربع خواتم. وقبل ما يموت أخوه يخش عليه يقول له راضي يا امير؟ يقول له راضي والله، والله العظيم انا راضي، والله وبقابل ربنا وانا راضي، سبحانك يا رب. ويموت الموتة الجميله ديت. اسال الله ان ربنا يرحم امير الطهري وإهاب الطهري، ويرحم امهم الست الفاضله، ست الطيبه، ست الاصيله اللي عاشت وبذلت كتير جدا عشان خاطر ولادها. يعني بعزي نفسي وبعزي أسرة أخي وحبيبي أمير الطهري في موت أمير. وأنا النهاردة كنت يعني بصلي عليه في مسجد الحصري، وكان قلبي بيتقطع ألما على أمير وعلى إهاب اللي كانوا عشرة عمر. ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير حبايب قلبي. ادعوا الأمير وادعوا الإهاب وادعوا لكل المسلمين، ادعوا لشهداء المسلمين اللي انضربوا من اليهود، وما تنسوش إخوانكم في الصومال، وما تنسوش الفقراء، ما تنسوش اليتامى. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. بكرة نلتقي إن شاء الله مع مواقف إيمانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف الإيمان، لأن مواقف